مسابقة اليوم بتكون في الفوعة مول في بازار العين، أحد الرعاة لمسابقة دوري ومسابقات قروب العمدة. المسابقة بتكون كالآتي، بس قبل ما نقول المسابقة عندنا حالتين طرد، محمد وأبو راكان لاعتراضهم الدائم، وعندهم كان إنذار فتم طرد محمد وأبو راكان، فأنت بتشارك في هذه المسابقة أنت وناصر. المسابقة كالآتي: كلمة بازار العين من 10 حروف، العشر حروف متوزعة في المتاجر الداخلية في بازار العين. بيطلع واحد من فريقك أول واحد أنت، بتجيب حرف الباء، بنختار لك لون يا البنفسجي يا الذهبي. إذا أنت اخترت البنفسجي فريق راعي سبيع الذهبي، بتروح تجيب الحرف الباء، بعدها حرف الألف، يروح اللي بعده يجيب حرف الألف. أنت إذا جبت الباء تروح تجيب حرف الألف. اللي يكمل كلمة بازار العين قبل الثاني هو اللي بيحصل على 3 نقاط. كل مرة لاعب من عندك. زين لحظة، حرف حرف نيب ولا مع بعض؟ حرف، بتروح أنت روحك حرف، بتخلص بيجيب ناصر حرف، بترجع أنت تجيب حرف لأنك عندك طرد. أنت ونستنى لما يجي ولا استنى الحرف؟ لا، أول ما يحط الحرف بتروح. اختار يا بنفسجي يا ذهبي. أنت بنفسجي؟ خلاص أنت الذهبي، خله أنت الذهبي وأنت البنفسجي. ماشي. يلا هاني فريقك بتجيب الحروف بتحطن على الطاولة. فريقك بيجيب بيحط على الطاولة. جاهز؟ جاهز؟ منو أول متسابق عندك؟ روح روح. بنشوف منو بيجيب حرف الباء. حرف الباء، منو بيجيب حرف الباء؟ ها شو؟ باء ذهبي. روح. باء ذهبي. ألف ذهبي. باء ذهبي وصل. راعي سبيعه بعد إلى الآن مايا بحرف الباء. ها ألف ذهبي. روح. هذا فريق هاني باء باء حرف الزين نبا. راعي سبيعه إلى الآن ما بين. راعي سبيعه حرف الباء عنده ما بين. هني حرفين مقابل ولا حرف لراعي سبيعه. هاني دور حرف الزين. زين. لا ما ساعدوه. تعال حرف الزين انطلق. بازار حرف الحين على الألف. حرف الألف. ننتظر راعي سبيعه. شمشون يراكض. أوه حصل على حرف. وراعي سبيعه إلى الآن بدون أي حرف وحتى ما ينشاف. تعال يا شمشون. حرف الألف. حرف الألف. روح. وصلوا إلى حرف الراء وبدون ولا حرف لراعي سبيعه. وراعي سبيعه ما مبين، يمكن يالس يشرب قهوة في دكاكين بازار العين. يدور الحرف الخامس وراعي سبيعه إلى الآن ما بين. ما بين وين حرف شو؟ حرف الراء. روح. براشد. اسكت لا تتكلم. حرف الراء. 5 حروف لفريق راعي سبيعه. بازارك تملت باقي العين. راعي سبيعه عاد ما لنا خص. انت وين ساير؟ تعال تعال تعال. انت ليش ساير؟ انت توك ساير من هناك. شو اسوي دار راسي؟ تعال 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 مساعده. تعال تعال تخطف على الريال ليش ما سالته؟ تعال تخطف على الريال ليش ما سالته؟ اي لون؟ شو هذا شو هذا شو هذا؟ مساعدة لراعي سبيعه. يجيب حرف الباء. يجيب حرف الباء. أول حرف. روح يا ناصر حرف الألف. روح. تم مساعدته حق أول حرف. أنا أعترف. ناصر وحرف الألف. ناصر وحرف الألف. ناصر وحرف الألف. وننتظر حرف الألف لكلمة العين لفريق هاني. تشجعون فريق هاني. فريق هاني.
نو تشجع هاني نو تشجع هون نو تشجع مشجعين فريق هاني وننتظر الحروف الباقية لكلمة بازار العين ها نو تشجع هاني خمس حروف مقابل حرف واحد اوه حرف الالف روح يا راس بيعه روح اسرع يا خليل حرف الزين حرف الزين حرف اوه اشتغلوا الديزل حرف اشوف 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 لا ارجع 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 حرف الزين حرف الزين رجعه رجعه حرف الالف حرف الالف لكلمة العين روح من البداية نبدأ هنا حسين طرد لأنك قلت له روح من البداية وأنا قلت ما حد يكلم اللاعب طرد حسين طرد حسين طرد قلنا ما حد يكلم اللاعب يوم يسير يمين ويسار ننتظر كلمة لام في كلمة العين لفريق هاني وتقدم واضح ست حروف مقابل حرفين وننتظر هاني يالس يدور وراعي سبيع هاني المصري هل يقابلنا حرف اللام لحظة 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 هتشوف حرف اللام روح روح يا شمشون عندك حالة طرد ليه لفريقك هذا لأنه قال لك روح على أول المحلات وإحنا قال ما عليه ما عليه بدون كلام باقي لهاني ثلاث حروف حرف العين وحرف الياء والنون كم عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع حروف مقابل حرفين لفريق راعي سبيعة راعي سبيعة يدور على الزين حرف الزاء يابلنا الراء هذه مشكلة راعي سبيعة في الدراسة والحروف شمشون يتقدم أشوف الحرف حرف العين وروح روح خليل يدخل لحرف الياء باقي لفريق هاني حرفين ويحصل على الثلاث نقاط ثمان حروف لفريق هاني مقابل حرفين لفريق راعي سبيعة في انتظار منو اللي بي بالحرف الآتي راعي سبيعة في نفس اللاين يدور على حرف الزين بين المحلات حرفين راعي سبيعة نفس المكان أوه خليل قادم خليل قادم بالحرف الحرف لحظة ها شوف حرف الياء روح باقي آخر حرف وهو النون وتكتمل كلمة بازار العين لفريق هاني بازار العين هني عندنا بازار العين باقي حرف لفريق هاني وعندنا هني حرفين من أصل عشرة باقي لهم ثمان حروف هاني يحتفل هاني يحتفل هاني يحتفل هاني يحتفل عطنا الحرف نشوف النون حرف النون هي نتيجة حروف كلمة بازار العين في دكاكين بازار العين في الفوعة الحاصل على ثلاث نقاط فريق هاني المصري